تعالوا بقى نشوف الانتخابات الأمريكية ومسار هذه الانتخابات، وهل نتيجة تجمع أيوة هيأثر على الانتخابات أو هيأثر على مسار الانتخابات الأمريكية وهذا السباق الرئاسي الأمريكي. إيه هي الفوارق ما بين التجمعات أو المجمعات الانتخابية والانتخابات التمهيدية؟ خلونا ناخد معانا على التليفون الكاتب والباحث السياسي من فيرجينيا الأستاذ محمد العالم. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ مشاهدين. أهلا بيك أستاذ محمد. معلش أنا هستأذنك، هتحاول تعلي صوتك وتقرب شوية من التليفون، كما أستأذن زملائي أيضا أن هم يعلوا لي الصوت قدر الاستطاعة لأنه الصوت بعيد. كنا بنتكلم عن الفوارق، او يعني الاول هتكلم على المؤثرات على مسار الانتخابات، وهل المجمع الانتخابي لأيوا ممكن يؤثر على المسار الانتخابي في الانتخابات القادمه بالولايات المتحده الامريكيه؟ نعم، هو يعني البدايه عموما وهذا التجمع الانتخابي بيكون له تاثير، هو ليس تأثير في المسار العام ولكن هو بيعطي بعض المؤشرات وقد يعطي أمال لمرشح كانت يعني الترشيحات بعيدة عنه نوعا ما. إذا يعني لو رجعنا أستاذ يوسف اللي قبل كده في الانتخابات اللي كان فيها دونالد ترامب، هنلاقي إن تيد كروز ولو هو ما كانش ليه أمال كبيرة في الانتخابات لكنه فاز ب يعني الانتخابات الأولى في أيوا، وبالتالي كان هناك يعني زادت ترشيحاته، لكن بعد كده ترامب استطاع الطاولة وكانت يعني فرق كبيرة بينه وبين المرشحين في هذا التوقيت. طيب استاذ محمد الصوت عمال بيقطع جامد، فانا طب انا هجرب اتصل بحضرتك. ايوه كده كويس، الصوت اصبح اكثر وضوحا. معلش هو يعني يبدو ان الشبكه مش قد كده. كمل يا فندم انا سامعك. ايوه يا فندم، انا كنت بقول لحضرتك ان بناء على الانت يعني على ما سبق، هو يعني العمليه دي او البدايه ممكن انها تكذب استطلاعات الراي نوعا ما او تعطي مفاجاه، لكن هذه المفاجاه لا يعني لا تكون نهائية أو لا تؤثر في الشكل العام لتحديد المرشح النهائي. حتى الآن ترامب هو الأوفر حظا في جميع الأحوال، لكن الولاية دي بالذات كان بيبقى لها تقديرات أخرى بما أنها تجمع انتخابي، أو هي من الولايات القلائل اللي بتعتمد على فكرة يعني التجمع الانتخابي والتصويت عن طريق المندوبين، وبالتالي من الممكن أن هي تصعد وجه اخر غير اللي توقعته الترشيحات او الاستطلاعات ما قبل بدء العمليه، لكنها بالتاكيد لن تؤثر في العموم او في عصب هذه الانتخابات وتحديد المرشح النهائي، لان العمليه لا زالت طويله والتصويت ممكن ان يحدث مفاجات او يوافق استطلاعات الراي اللي اكدت ان ترامب هو المرشح الجمهوري القادم. طب الانتخابات الأمريكية يعني معقدة أكثر من الانتخابات كما نعلمها لدينا أو حتى في أغلب دول العالم، فما هو الفرق ما بين التجمعات الانتخابية أو المجمع الانتخابي وما بين الانتخابات التمهيدية؟ طب هو يمكن يعني فكرة المجمع الانتخابي هي تجمع يعني الجماهير أو الأعضاء بولاية معينة كأيوة في يعني بعض يعني المنشآت الرياضية أو المنشآت العامة، بيتم توافق فيما بينهم في الآراء على مرشح معين، وبيكون ليهم مندوبين هم اللي بيتولوا عملية التصويت بناء على الإجماع الشعبي أو إجماع الجماهير في دوائرهم أو في تجمعاتهم. لكن الانتخابات التمهيدية بتعتمد على التصويت التقليدي، هو أن يعني كل فرد بيتوجه إلى اللجنة الانتخابية الخاصة بالحزب، ولكن الحزب الجمهوري، وبيتم إعطاء ورقة تصويت فيها أسماء كل المرشحين، وهو لكل الحرية أنه يختار من يريد ويصوت له بالطريقة التقليدية التي تجري في الانتخابات الأمريكية العامة. لكن بناء في الانتخابات يعني الحزبية بتكون في بعض الولايات يعني مختلفة نوعا ما، لكن يعني كما قلت كل يعني سواء يعني العمليه التمهيديه او فكره التصويت بالمجمع الانتخابي
لا تؤثر في يعني قابلية مرشح لأخذ أصوات الجماهير في ولاية أخرى. لكن كما قلت يعني الأهم من إيه، وحتى ربما تكون يعني يكون عملية التصويت القادمة في نيوهامشير، لأن نيوهامشير بتعتمد أولا على التصويت إيوة، والاستطلاعات في إيوة بتؤثر على نيوهامشير. هذا كما قلت يعني إيوة ربما أن هي تعطي مرشح أفضلية على عكس استطلاعات الرأي، لكن نيوهامشير هي من ستبدأ الاحتدام الانتخابي الحقيقي. عظيم جدا، بشكرك جدا جدا الكاتب والباحث السياسي استاذ محمد العالم، محدثنا من فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية.